صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن بقاء رئيس سوري بشار الأسد في السلطة ليس حتميا بالنسبة لروسيا، إلا أن زاخاروفا نفت في الوقت نفسه أن تكون روسيا قد أيدت في وقت سابق بقاء الأسد أو رحيله، وذلك في رد على سؤال حول ما إذا كان الإبقاء على الأسد مسألة مبدأ. واعتبرت زاخاروفا أن وجهات نظر روسيا والولايات المتحدة والسعودية تتفق جزئيا بشأن إمكانية مشاركة أطراف المعارضة السورية في الحوار. من جانب آخر، أعلن نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد رفض أي مرحلة انتقالية في البلاد فيما تعتبرها دول غربية وقوى المعارضة أساسية، ولكن من دون مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك لحل النزاع المستمر منذ نحو 5 سنوات.